مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي دكتور أحمد كسار. مرحبا بك دكتور أحمد. إذا بعد تظاهرات بساحة التحرير في بغداد وقطع القوات الحكومية الطرق المؤدية إلى الساحة، يعني ما تفسيرك لتصميم المتظاهرين في بغداد على استكمال حراكهم على الرغم من قمع القوات الحكومية؟ أهلا بك وبمشاهديك ومتابعيك الكرام. اسمح لي في البداية أن أعزي ذوايا الضحايا الذين سقطوا بالرصاص الحي من خلال تفريق المتظاهرين منذ أيام في العراق، وكذلك أدعو للجرحى والمصابين بالشفاء وللمعتقلين الذين أخذوا على أحداث هذه المظاهرات بالإفراج العاجل. الحقيقة هذه المظاهرات هي استحقاق شعبوي، يعني حان وقته بعد 15 من المطالبات ومن الممارسات التعسفية بحق الشعب. الأحزاب والحكومات وحكومات الاحتلال والاحتلال نفسه لم يخدم الشعب، فبالتالي هذا الصيف العراقي الساخن هو حق من حقوق هذا الشعب الذي يطالب بأبسط يعني أمور الحياة ولا يتطلع إلى الرفاهية وإلى ما تعيش به الدول الأخرى أو الدول المجاورة. هو يريد حياة بسيطة توفره له أبسط الحكومات، وإذا لم تستطع هذه الحكومات أن توفرها وبعد فرص استمرت 15 سنة فعليها أن ترحل. نعم. طيب، الناشطون الآن دعوا إلى الاستعداد لتظاهرات موحدة يوم غد الأحد في بغداد وبعض المحافظات. هل تتوقع ازدياد وتيرة التظاهرات واتساع رقعتها بعد إخفاق حكومة العبادي في إيجاد حلول والقمع المتواصل أيضا؟ المظاهرات التي بدأت في البصرة ووصلت إلى بغداد، نعم ستصل وحتى المنطقة الخضراء. هؤلاء الحكومات المتعاقبة على حكم هذا البلد، يعني ورقة قد انتهت. الشعب اليوم يريد أن يقول كلمته. ها هم اليوم يعني يرفضون التدخلات الخارجية الأمريكية والإيرانية على العراق، قالوها بصريح العبارة أن هذه الأحزاب لم تمثلهم يوما ما ولن تمثلهم، وبالتالي اليوم هؤلاء المتظاهرون خرجوا ويخرجون ويتواصلون ويتوعدون الحكومة من أجل الإصلاح الجذري ومحاسبة الفاسدين وإعادة يعني الحق إلى نصابه وأن يعيش المواطن العراقي حرا كريما كما يعيش الآخرون. فبالتالي استمرار مظاهرات، نعم هو واقع فعلي، كل يوم يعني تزداد وتصل إلى نقاط أعلى مما كانت يعني تتصور فيه عندما خرجت في بدايتي. هناك أنباء أيضا عن تظاهرات تضامنية من عراقيي الخارج، إلى أي مدى ستنعكس هذه التظاهرات على الداخل؟ وما الرسالة التي تبعث بها تظاهرات الخارج إلى العالم؟ نعم، حدثت هناك وقفات تضامنية مع هذه المظاهرات، وهناك العديد من الترتيبات في الخارج من قبل الجاليات العراقية. فبالتالي هذه رسالة واضحة وصريحة تقول أن عراقيي الخارج مع هذا الصوت في الداخل وأنهم يعني معهم في هذه المطالب وفي هذا التغيير الذي طال أمده، ويعني من حقه أن يكون منذ 15 عاما، ولكن هذا التأخير كله زاد الطين بلة وجعل الناس تنتفض وترفض هذا الوضع بكل ما فيه، ولأنهم لمس اليد بأن هذه الأحزاب الحاكمة لم تخدم إلا نفسها ومصالحها. أخيرا، كيف تستشرف مستقبل التظاهرات مع رفع سقف مطالب المتظاهرين إلى إسقاط نظام الحكم الحالي؟ نعم، المطالب في الزياد ورفعها وسقفها يرتفع، فبالتالي هذه المظاهرات يبدو أنها مع يعني الفساد الذي وصل إلى صناديق الانتخابات والتزوير وغيرها والحرق بات ليس شيء يؤمل على هذه الحكومة. فهذه الحكومة في زوال، والإجراءات بحق المتظاهرين، هذا القمع وهذا الإيذاء وهذا التعدي ما يزيد المتظاهرين إلا إصرارا للوصول إلى تحقيق مطالبهم كاملة.
شكرا جزيلا لك من الدوحة الأكاديمي العراقي دكتور أحمد كسار.